بمجرد دخولي للمهرجان لفتت نظري هالنافورة الكبيرة. هالنافورة تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات. بتعرفوا ليش؟ لأنها بتقدم عروض ليزر، عروض هولوجرام ثلاثية الأبعاد، وبنفس الوقت تقدروا تصنعوا ذكرى حلوة لكم ولأحبابكم. هاي واحدة من الأشياء الغريبة اللي حتصادفكم في المهرجان، بشر على هيئة تماثيل، مش غلط ناخذ معهم سيلفي للذكرى. باي. يا جماعة جولتنا لسه ما انتهت، أنا على الطريق قاعدة أكتشف أشياء جداً جميلة وفي تجارب حلوة في المكان، يعني لازم تجوا. بس في شيء جذبني، قوس وسهم. نفس ما أنتوا شايفين، قوس وسهم، الرماية من الهوايات اللي أنا حابة من زمان إني أجربها، لكن للأسف ما عندي أي فكرة عن طريقة استخدام القوس والسهم، فأنا حشوف حد يساعدني وبرجع لكم. أحد يساعدني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. هلا فيك. تفضلي، كيف نقدر نخدمك؟ من زمان أنا حابة إني أمارس رماية القوس والسهم، لكن بصراحة أنا ما عندي أي معلومات أو إرشادات عن طريقة استخدامها، فأتوقع أنت حتساعدني. مرحبا بك، أنت طال عمرك في قسم الرماية جناح الفرسان داخل مهرجان الشيخ زايد التراثي، كذلك يوجد عندنا رمايات مختلفة داخل جناح الفرسان، من ضمنها الرماية الحية، ومن ضمنها رماية الفأش، ومن ضمنها الإيرايفل، الرماية الهوائية. أنا لازم إني أجربهم، لكن مبدئياً قل لي، كوني أول مرة ألعب هاللعبة، شو الأشياء الأساسية اللي بتتكون منها؟ اللعبة أو الرياضة جداً بسيطة، وبالإمكان أنه يمارسها أي طفل مثلاً عمره 8 سنوات أو 9 سنوات وطالع يقدر يمارس هذه الرياضة. هل هي صعبة مبدئياً بتكون عليه؟ مش صعبة، بس يجب اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة فيها. طبعاً عندنا مدربين ومشرفين بيكونوا موجودين في نفس المكان. يعني السيفتي عالي، نقدر نقول ما في شيء يخاف منه. السيفتي عالي جداً، والشيء بسيط، ما يحتاج يعني ما في صعوبة. شو رأيك نبدأ؟ يلا تفضلي. ما توقعت القوس يكون بهالكبر صراحة. في أحجام عندنا متنوعة على حسب اللي أعمارهم صغيرة، بيكون القوس شوي أصغر. الطريقة، تمسكين القوس بهذه الطريقة، تسحبين السهم، تحطينه تحت هذا الخاتم الصغير، تحت 3 أصابع السفلية من اليد، سحب اليد بهذه الطريقة تكون مستقيمة على اتجاه الهدف، ثم سحب بال3 أصابع، اليد تكون بهذه الطريقة، التركيز. وعيني ما شاء الله، عيني تكون على وين بالضبط؟ عينك تكون على الهدف بالضبط. حلو، زين بجرب. ان شاء الله ممتازه رمايتك. تفاجأت، ما توقعت صراحه. ها بشرك، كيف كانت الرمايه؟ اوف، ما اوصف لك الشعور، عجيب. تعرف شو حسيت؟ قوه. ان شاء الله بوديك الحين مكان بتستمتعين فيه ان شاء الله اكثر، في اثاره اكثر، بتشوفين. يلا. شوقتني. نحن وين الحين؟ المكان اللي نحن فيه مركز تدريب متنقل، عبارة عن رماية حية، شاركنا فيه في عدة مهرجانات وهذه السنة الثانية اللي نشارك فيه. قلت لي رماية حية، شو بنستخدم داخل؟ بنستخدم طال عمرك مسدس 9 ملي، وعندنا الجلوك، وعندنا 6 اور، وعندنا بريتا. طبعا انا ما اعرف ولا شيء من اللي انت تقوله. ان شاء الله بتدشين داخل وبتشوفين. يلا انا متحمسه صراحه لاخوض هالتجربه، وبقول لك كيف شعوري بيكون بعدها. يلا بسم الله.
ها بشري، شو شعورك؟ التجربة كانت شوي مختلفة من نوعها، حسيت بخوف لكن يمكن لأنها أول مرة أجربها. الموضوع يباله شوي تعود واستمرارية. يعطيك ألف عافية أستاذ سيف، خدتني بتجربة فريدة من نوعها ومختلفة كونها أول مرة أجرب هالأشياء. الله يعافيك ومرحبا بك في أي وقت. منتجع الفرسان الرياضي الدولي مفتوح للجميع في أي وقت، نحن حاضرين. تسلم، حياك الله. ما توقعت مهرجان زايد تراثي يكون بهالجمال، خط تجارب مختلفة ومتنوعة. شفت التراث الإماراتي والرقص الإماراتي وبنفس الوقت التجارب الرياضية اللي كانت جدا غير، وما توقعت إني خطيرة لهالدرجة. لكني حاليا أحس بشوية تعب ومحتاجة إني أرتاح. واو، مكان خطير راحة. تعالوا تعالوا تعالوا. كم في هالوردة تشبهني صح؟ استجمينا واسترخينا في هالمكان الجميل، حديقة الزهور، وشمينا الروائح الطيبة. أنا طبعاً راح أرجع، بس هسه بقول لكم يلا باي وأشوفكم في الأيام الجاية.